نفسي نعيش حياتنا كده، اكل وفسح وحب وبس. انا بحبك قوي يا ساره. لو قعدتي 100 سنه كده صالح برضو مش هيسال فيك. وانا عيبي ايه؟ لا انا اخر واحده تتطلق ولا انت اخر واحد مراته تموت. بقول لك ايه يا معلم، لف وركعني. ايه ده، وكمان مصري؟ ده انا بحب مصر قوي. طب ما يلا بقى، يلا يلا نتجوز. انا هرجع لطريق. طب مبروك يا نوسة. مبروك. لما تقفلي على موضوع طليق دلوقتي. ايوه صالح ابو ضيف. يا ساتر يا رب. انا اخويا عمل حادثه على الطريق، وقف في المستشفى دلوقتي ولازم ارجع له. مفيش جواز، محدش هيتجوز، انا مش هتجوز. انا امي لو ماتت ما اسيبش مصلحتي. فوق عايزين ياخدوا منك عيل الدم. اسمي كله مخدرات، افوات هتحبس. بقاله يومين كده مطنشني، بحاول اكلمه تليفونه مقفول. طب اللي مطنشنا بقى نجمز له غمزه نصحصحه. مش انا اللي هقول لك يا نوس. الو، اخص عليك يا صالح، كل ده قافل تليفونك؟ هربان ولا بتتجوز؟ انا برضه اللي بتجوز يا بنت. لا، ما انا فشكلت الجوازه، ما قدرتش اكملها. سيبك مني، المهم طمني عليك انت. انت هربان مني ليه يا صالح وقافل تليفونك؟ انا كويس الحمد لله، هاجي وهطمنك عليا وهنتقابل. المهم تخلي بالك على نفسك. هستناك يا صالح، هستناك. مع السلامة. مع السلامة هنوسة. صالح انت رايح فين؟ مع السلامة يا نيلي، انا مروح. مش طايق القعدة في المستشفى. مروح ازاي؟ انت لسه تعبان. لا انا بيت كويس الحمد لله، البركة فيك. ما ينفعش تخرج، لازم الأول إذن الدكتور. ماله الدكتور وباير؟ هو أنا قاعد في السيرش ما أخرج براحتك. مش عايز الصوت العالي، شوفي. أبدا يا دكتور، صالح عايز يخرج ولسه ما فيش إذن. يا أستاذ صالح بقيت كويس وعايز اخرج، انا اتخنقت من المستشفى. احنا بس بنطمن عليك يا استاذ صالح، بدل حاجة تتحرك مشكور. اتفضل يا عمي. بقيت كويس والله خلاص. طب حضرتك انت عارف انت عشان تطلع بره المستشفى لازم تكتب اقرار على نفسك، ولازم احنا نعالجك اول شيء. لا انا اديني اي اقرار اي حاجه مضهلك وانا عايز امشي من هنا. استني لي بليز، حضري لي الاقرار للمكتب عندي وبعتي لي اياه. حاضر. احنا بس بدنا ناخد حلقه المسكن وبعدين حلقه مشكور. تتفضل. مش عايز مسكن خالص الحمد لله. بعد اذنك. اتفضل. مش معايا. نورتي يا بت يا نور، نورتي الحته كلها يا بت. مش كنت تقولي لي كنت فرشتلك الارض رمله؟ يا اختي رمله ايه بس، ده انا لقيت نفسي مخنوقه في الزمالك قلت اجي انم معاكي شويه. وايه يا اختي النمايه اللي انت عايزه تقولها لي؟ ها؟ تلاقيها نمايه دكر. اه يا اختي دكر، انت بتقولي فيها دكر ومنحسه على الاخر. يا اختي كل حكاياتك منيله بستين نيله. قولي لي يا اختي اطربيني اشجيني. خير 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 لواحده حبيبتك بيت النوز، مش كده؟ ايوه، بس انا جاي اسالك سؤال بسالهولك كل مره. صالح، صالح ده اخويا الكبير وانت عارفه كده كويس، وما تستعبطيش.
ماشي يا سمسم. صالح ده هاجر يا اختي قصة الحب والغرام من زمان، من ايام ما شيرين مراته خلاص توفت الله يرحمها. دلوقتي بقى لا بيحب ولا بيستريح الا النوسة، واحنا عارفين كده كويس. وانتي عارفه يا سمسم، عارفه ان نوسه بتعشقه وبتموت فيه، وهو ولا هو هنا. وانتي عاوزاني اعمل ايه يا حبيبه ستو؟ اشتغل لهم رسول الغرام؟ لا يا روح ستك، عايزين نحل مشكلتهم دي ونخلص منهم خالص. ايه؟ عاوزاني اذبح نوسه؟ لا يا روح طنط، مش عايزاكي تذبحي لي نوسه. عايزاكي يا بنتي بس توديني عند الست اللي هي كانت ساكنه في بيت ام نعيمه، الست اللي اسمها ام نعناشه دي. يخرب بيتك يا نهار مش فايت، انت عاوزانا نمشي في الحاجات دي؟ هو احنا هنعمل حاجه عيب ولا حرام؟ احنا كله في الخير. وبعدين انا يعني جايبه قطر من صالح وقطر من نوسه علشان نعمل لهم حجاب محبه، وتبقى صالح لنوسه ونوسه لصالح زي الافلام. ايوه زي الافلام يا سمسم. بلا ام نعنشه بلا ام قوي، شغل الدجل والشعوذه ملناش فيه. وبعدين كل شيء اسمه نصيب. لو سمحت انا بسال على صالح ابو ضيف، كان عامل حتى امبارح، هو فين؟ خرج النهارده الصبح. ده مين ده اللي خرج؟ بقول لحضرتك عامل حادثه وكده خرج ازاي؟ ايوه كتب على نفسه اقرار ومشي من المستشفى. طيب اشوفك في الظرف تاني بقى. الو عامر الحق، ده انا جيت للمستشفى قالوا لي صالح خرج. انت بتقول ايه؟ خرج ازاي احسن؟ ده لسه عامل حادثه يا عم. انا ايش عرفني بقى، بيقول لك كتب اقرار على نفسه وخرج. الحمد لله ان هو بقى كويس يعني. بقول لك ايه، انا مش هطمن غير لما اشوفه بنفسي. براحتك يا عامر، بس الحمد لله ان احنا عرفنا ان هو خرج وسليم وعلى رجليه. طب الحمد لله، الحمد لله يا رب. طمنتني يا حسين والله. ألف حمد وشكر ليك يا رب. سلامة أنت. الحمد لله. هاوس كيبينج. معقولة أموت غريب كده؟ لا حد يعرفني ولا أعرف حد. إيه اللي أنا عملته غير شوية فلوس؟ وفين إخواتي؟ لأنهم ضاعوا مني. إيه اللي حصل يا صالح؟ الحمد لله يا أستاذ صالح. كل شيء تمام وكل شيء مستقل وأمورك بخير. والحمد لله حكوني منيح. جسمي كله تعبني. حاسس إني دايخ وعدم اتزان. ما عليه، الدواء شوية تقيل عليك وهياخد شوية ساعات وحكوني منيح. أهم شيء ده تحافظ لي على حالك وتريح. تبع لي بليز. المرة دي بقى يا صالح يا أخويا مش هسيبك تخرج من هنا غير لما تبقى زي الحصان. ربنا يخليك. وبعد ما اتخرجت وخلصت فترة تدريبي بعتوني على فرع الشركة في مصر. يا ريتني كنت قابلتك زمان في مصر. ما احنا تقابلنا اهو يا علي. بصراحه دي كانت احلى ايام حياتي. انا اللي حاسس ان النهارده احلى ايام حياتي. انا حاسس جيني ان احنا مش هنبعد عن بعض ابدا. انت مستعجل قوي يا علي. انا دايما كده، الحاجه اللي بحبها ببقى مستعجل عليها. دايما اللي في قلبي بيكون على لساني يعني. وانا زيك بالظبط، عشان كده عجبتني قوي. انا عازمك على سهره عندي في البيت، ناخد كاسين لوحدنا. ماشي، بس انا اصلي
ماليش في الكاسات قوي. ماليك في ايه يعني؟ ما تقلقش، عندنا كاس، عندنا ده، عندنا اللي انت عايزه، انت تؤمر بس يعني. انا ايه ده؟ ايه انت متعوره ولا حاجه؟ ما تقلقش هشيلها اول ما اروح البيت. سلامتها بسلامتك. أخو صالح مش عارف راح فين، مش لاقيه خالص، ما بيردش على تليفوناته حتى. أوه جرى إيه يا عامر؟ صالح بقى زي ما أنت فاهم هتلاقيه سافر له مصر كده هبقى هبقى، ولا أقول لك تلاقيه بقى راح يغير زيت في البنزينة. كمان إيه؟ يعني أنت ما بتغيرش زيت بتمشي حافي بالعربية؟ عم بقى سيبك بقى من صالح بقى، مش كفايه البهدله اللي هو بهدلها لنا في المستشفيات وبعد كده يخرج من غير ما يقول لنا ولا يعبرنا؟ الله اعلم، انا كنت بجري على الطريق كنت هموت عشان احصله. عم تجري ايه بقى؟ ما تجري ايه؟ ايه ده؟ الله، امال عم فؤاد قال كلام غير ده ليه يعني؟ قال ايه ابن فؤاد بقى؟ قال ان جابر كشم لك جامد جامد وحكم عليك تقعد في الشغل وما تروحش تزور صالح. تصدق بقى فؤاد ده راجل الا ما تعرفش هو هنا ولا هناك ولا معانا ولا معاهم؟ عم فؤاد صراحة يعني طول عمره حبيب صالح أخونا، مفيش حاجة يعني. حبيبه حبيبه معاه آه، بس أنا برضه خاف على صالح. تخاف على صالح إيه؟ وصالح أبو الشقاوة كلها، يا ابني اسمع مني. تلاقيه كان شارب ولا متدردع ساعة العطس عشان كده هو باظ. طب بلاش تتنور عليه. عشان كل واحد شال شلاطين. على الأقل يعني الحاجة أحسن من القمار. انت بتلقح عليا ليه؟ مش سكران؟ ايوه. وبعدين انت بتلعب قمار؟ لا انا بلعب ولا فلوس. طب خليك في الميسر بتاعك ده، لو سمعت حاجه عن صالح تبقى بلغني. ماشي انا هقول له، قصدي هقول لك، لو اتصل بيا هقول لك. هو انت فين؟ مشيت؟ ويلكم ويلكم ويلكم، نورتي مصر، هسكنك في احلى حته في البلد في الزمالك. طب مش اي حد اسمه ومحدش عارف سكنك هنا. الاب ايه اللي بتعمله ده يا ماهر؟ طب اقف يا كبير معلش، عندي مصلحه كده بسكن خواجه زي ما انت شايف. اه طب خلي بالك بقى لا تسقيك حاجه اصفرة. عيب عليك يا كبير، ده احنا رزق العنتيل. خلص مصلحتي وبرجع لك بعد اذنك. سكنك في احلى حته في جيه الزمالك. بص واحد اتنين تلاتة، تلات اوض، تلاتة باث روم، واتنين بلكونة. بص من الآخر كده، اتس فيري جود. أنا بتكلم بقرب شوية. وأنا مش محتاج أكتر من شوية دول، اقعدي. أنا شهرين تلاتة بالكتير وأخليكي لبلب. لبلب؟ لبلب، يعني شطورة. بقول لك إيه؟ واتس يور نيم؟ ماي نيم جولييت. بس أنا مش عايز أكتر من اسمك. الكارت بتاعي أهو. لو احتجت أي حاجة كلميني، ربع ساعة وأجيب لك أحلى شوية فودكا هدية. باي. السلام عليكم. يا ابو خالد رايح على فين؟ يا جدعان في ايه؟ معايا خواجه ونازل اقضي لها شويه طلبات. شكلها ضحكت عليك. الوقوف في الحرام سهل قوي. حاسب يا ماهر. لا يا جدعان ما تقلقوش عليا. خلي بالكم انتوا بس من نفسكم. باذن رجاله. قلت لك. ايوه يا صابرين. انا مستنيكي تحت. ايه؟ انا لسه في المدرسه وعندي حصص. لا اتصرفي يا حبيبتي. يا تنزلي لي يا اطلع لك انا، وانت عارفاني بقى. يعني ايه؟ تطلع فين؟ لا لا خلاص انا هتصرف. مستني. ماشي ماشي. بصلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. عامر ده مش اخويا الصغير وبس، انا اللي مربيه. يعني تقدري تقول عليه كده اخويا وابني في نفس الوقت، ما يغركيش طوله. عشان كده احنا جايين في خير ان شاء الله. خير؟ في ايه؟ هو كان عايز يقول يا امي يعني ان هو اخويا الكبير وانا اخو الصغير، وان شاء الله ناويين خير. وايه المطلوب؟ المطلوب ايه؟ اكيد يعني مش جايين ناكل حلويات. هي ما قالتلكيش ولا ايه يا امي؟ هي دلي ما قلتيش لامي ولا ايه؟ ده يا عريس، احنا من الاخر طالبين ايد العروسه لاخويا عامر. ايوه بس انا ما عنديش بنات للجواز. نعم؟ امال القعده دي ايه؟ عروسه المولد؟
فوتي لجوا. ماما شو بكي؟ بقول لك فوتي لجوا، يعني فوتي لجوا. شو لينا؟ بيعي عم بقلبك. وفي ايه؟ وضع هم قفشنا على بعض بس مش عارف ليه. وفي ايه حد؟ اسمع يا عامر، اظن انا قلت لك بدل مره 100 مره ان انا مش موافقه على الجواز. اظن ما كانش في داعي انك تجيب اخوك الكبير يعني وتحرجه ويسمع بودانه ان انا مش عايزه، مش عايزاك. مفيش بنات للجواز. ماشي يا ست، بس نفهم في ايه وليه. من غير ليه، صابرين مخطوب. ارتحت؟ مخطوبه ازاي يعني؟ وامتى الكلام ده؟ من 3 دقايق. هتقولي حاجه يا دلي؟ لا يا ماما انا مش مخطوبه. سمعت بودانك بقى يا اني؟ هو ده اللي عندي. شرفت. تشربوا قهوه؟ طب ما تقوم يا اخي، قوم يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم. ماشي، تحرجيني قدام الدولي. انتوا يا جدعان اللي جابكوا هنا؟ وجولييت فين؟ خبطت علينا وقالت لنا انها قررت تسيب الشقه. ايوه ماشي، وبعدين برضه انت ايه اللي مدخلكوا هنا؟ عشان ما تزوغش مننا زي كل مره. لا ازوغ ايه؟ ده انا يعني انا ايه اللي بتعمله ده اسمه شرك. ايوه شرك. لازم تفوق من الجاهليه اللي انت بقيت فيها دي، هتروح في داهيه. جاهليه ايه يا عم اللي انت بتكلمني فيها؟ قلت هتكفرني وانا واقف؟ ايوه هتكفر زيك زي كل المجتمع. ما هو كافر، كل الناس بتبص للمكاسب الدنيويه، ما حدش بيبص للمكاسب الدينيه. كل الناس بتفكر زيك، خمره، نسوان، فلوس بس. طب وحياتي النبي في قلبك كده، قول لي ايه هي بقى المكاسب الدينيه اللي انت بتكلمني عليها دي بالصلاه على النبي؟ اهو ده الجهل بعين. جهل ايه يا جدع انت؟ انك تقول وتحلف بالنبي. يا جدعان ده الواحد بيبقى ماشي في الشارع في امان الله، لو لقى واحد طيب في الشارع بيقول له النبي يا عم الحاج ادعي لي دعوتين الله يبارك لك. جهل. مفيش ما بينك وما بين ربنا حد. وسيادنا سيدنا الحسين والسيده زينب والسيده نفيسه. التبرك بالموت حرام، حرام يا ماهر، حرام وبدعه سيئه الجهل السبب فيها. يعني احنا على كده بقى ما نزورش ستنا نفيسه ولا سيدنا الحسين تاني؟ حرام تصلي في مكان فيه قبر. طب والمسجد النبوي؟ في فاصل، عملوا هناك فاصل. يعني ايه؟ يعني لازم تسيب الجهل اللي في دماغك ده، بكفاياك بقى، وسيبك من زياره القبور والأولية. يا جدعان دول يعني افهم يا ماهر، اللي انت بتعمله ده يا ماهر عادات سيئه هتكسبك سيئات وبعديها هتدخل النار والعياذ بالله. تعرف يا ماهر الشيخ الألباني قال ايه؟ قال ان المتوسلين بالصالحين في ضلال مبين والعياذ بالله. استغفر الله العظيم يا رب. انت لازم تتخلص من الشرك ده، لازم نهد كل المقامات. ونعيش كمان من غير مقامات؟ يا راجل دي كلها شرك والعياذ بالله، حتى زيارة المسلمين لبعض في الأعياد ضلالة وشرك. بقول لك إيه يا ماهر؟ أنا عايزك كده ترجع لربنا عشان يديك من أول وجديد حسنات. إحنا عايزينك معانا في كل ثانية. لازم اقابلك يا صابرين، مفيش حد ممكن افضفض معاه غيرك، انت بس اللي فهماني وحسباني. طيب ما انا سامعاك، كمل يا عامر. بعد حادثه صالح دي ان انا مش عارف اوصل له، حسيت ان انا عاجز. بدات افكر من اول وجديد خالص في حياتي كلها، عدت النظر فيها خالص. هو انت مش طمنت عليه وهو كويس الحمد لله؟ اه يا حبيبتي اطمنت عليه، بس انا لازم اطمن عليه واشوفه بنفسي. ليه هو ما ظهرش؟ للأسف صالح ده غريب، يروح ويجي ويختفي فجأة كده. عارف عامر أنا كده اطمنت. اطمنت على إيه؟
انه لو حصل لي حاجه يوم من الايام في حد هيخاف عليا ويقلق. بعد الشر عليك يا حبيبتي. عارف الموقف اللي حصل ده؟ عرفني ان صالح ده مش مجرد اخ، ده اب واخ وصديق كمان. ربنا يخليكوا لبعض. يخليكي ليه يا حبيبتي. يلا بقى عزمك على الغدا. انا جوعانه اصلا. ايه يا ابني؟ مالك؟ بقالك كده فترة مش عاجبني، مش انت علي اللي انا اعرفه خالص. ليه يا عم؟ بالعكس. طب ده انا اليومين دول مبسوط على الاخر. يا علي مبسوط ايه وزفت ايه؟ ما تفوق بقى وتشوف منظرك بقى عامل ازاي. ماله منظري؟ ماله منظري؟ ما انا زي الفل اهو. طب ده انا حتى اليومين دول عايش قصة حب على كيفك. الله يعزك يا اخي. حب ايه اللي انت بتتكلم فيه ده؟ يا ابني انا بتكلم على صحتك، على الضرب الزباله اللي انت عمال تضربه. هتروح في 60 داهيه يا علي، اسمع مني انا قلبي عليك. بقول لك يا عمر، خلينا نتكلم في الفايده. انا حاسس ان انا فتحت قدامي طاقه القدر، عرفت لك حته خواجايه انما كده من الايطالي. اي نعم، الموز اكبر مني حبتين. لا مش مهم، المهم ان انا اعمل معاها اللي انا عايزه. لا 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 لا، انت دماغك اتهرشت من كتر الضرب. يعني خواجايه واكبر منك؟ بقول لك يا عمرو، يا هتسمعني وانت ساكت يا اما هقطم معاك الكلام. انا بتكلم معاك وبحكي لك عشان بعتبرك ان انت واحد زي اخواتي. ما هو انا عشان زي اخوك لازم ادلك على الصح. افهم، اللي بتعمله ده يخوف. ما يخوفش ولا حاجه، العلاقه دي زي الفل. وبعدين يا اخي اعتبرها من باب مصلحه ومصلحه. مصلحه ومصلحه؟ عايز تقول ايه يا ابني؟ فهمني. عايز اقول يا عمر ان الست دي عندها الحاجه اللي انا محتاج لها، وانا عندي الحاجه اللي هي عايزاها. ويا ترى بقى يا سي علي هتحتاج ايه من واحده خواجايه؟ انت فاهم يا عمر. صحتك يا حبيبي، صحتك يا علي. وبعدين يا اخي انت مش 100 مره قلت لي هتبطل الباب اللي بتضربه ده؟ اقول لك يا عمر، أنا لو كل مرة أتكلم معاك هتعيش في دور الواعظ، أنا مش هبقى أتكلم معاك في أي حاجة تاني. خلاص؟ أنا من الآخر كده لقيت نفسي مع الست دي، ومتأكد إن أنا أعيش معاها أجمل قصة حب في حياتي. بيتهيألك يا صاحبي. لا يا عم، أنت اللي بيتهيألك. وبكرة هتشوف. شفت؟ ماما عندها حق باللي بتقوله. بتقول ايه الوليه دي؟ احترم نفسك. قصدي يعني بتقول ايه لماما الوليه دي؟ كل ما اجيب سيره موضوعنا بتقول لي لا، الا السواق ده. الا السواق ده؟ على اساس بقى يعني ان بابا الله يرحمه كان سافر لبنان في الارجنتين، ما هو كان سواق. ما هي عارفه، وعارفه كويس قوي، ودي المشكله. عشان انت عارف بابا كان يعني مبهدلنا معاه ازاي. قول لها ان عامر ده حاجه ثانيه، عامر خير. يا سلام، أنا ما قلتلهاش يعني. طب وبعدين بقى؟ مش هنتجوز في سنتنا الجاز دي؟ بس أصبر. خديني صابر أهو. يا رب. ازيك يا جيني؟ ازيك؟ تعالى تعالى ادخل. اتأخرت عليا ليه؟ العنوان اصله بعيد شويه، وعلى ما خلصت شغل وكده وجيت. طب كويس كويس كويس، يلا تعالى اقعد استريح.
ازيك يا علي؟ انا كويس الحمد لله. وحشتني. وانت كمان. ايه مالك يا علي؟ تعبان شوية ويعني عشان ما باخدش راحة من الشغل وكده فتلاقيني تعبان شوية. أنا عارفة اللي تعبك. أيوه عامر أنا كويس. لا بس أصل أنا في الشغل. صالح؟ لا صالح أنا كلمته من أسبوعين ما ردش عليا. شكله زعلان مني. طب بقول لك يا عامر خليني أكلمك بعد شوية عشان بس المدير بيندهلي. سلام.